صباح الخير، صباح النور، وحلقة جديدة من برنامج دردشة سريعة. يا رب إن شاء الله حلقة النهاردة حلقتكم تعجبكم إن شاء الله بإذن الله. الحقيقة قبل ما أبدأ الحلقة أحب أتقدم بخالص العزاء إلى الزميلة العزيزة بوسي لوفاة والدتها أثر أزمة صحية، وربنا يجعل مرضها في ميزان حسناتها، وربنا يدخلها الجنة إن شاء الله بدون حساب. الست دي كانت ست جميله، ست كويسه، يعني انا بدعي ربنا كمان يصبر بوسي، لان هي كانت اكتر من صديقه، اكتر من هي مامتها كانت صديقتها جدا جدا. كانت دايما بتيجي معاها الحلقات التصوير، مفيش حلقه جت بوسي من غيرها، كانت دايما بتيجي معاها. بصراحه كنا نخلص الحلقه نطلع نلاقيها مجهزه لنا الفطار، نفطر مع بعض. فبجد الله يرحمها ويغفر لها ويجعل مرضها في ميزان حسناتها ان شاء الله باذن الله. النقطة التانية عايز اتكلم فيها بقى، وقبل ما نخش في حلقتنا، الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم. عجبني جدا الرد فعل المصريين، السوشيال ميديا كان ليها رد قوي، رد محترم، رد متقدم، رد حضاري، من غير ما بنغلط، من غير ما بنتكلم كلمة تسيء لأي حد. كان ردنا ان السوشيال ميديا كلها عليها اسم الرسول صلى الله عليه وسلم. في الفترة دي أنا شفت فيديو لفت نظري بصراحة. الفيديو ده عملته أكاديمية الرواد، مدرسة الرواد للغات، جمع الطلبة تكلموا باللغة الفرنسية ردا على الجريدة الفرنسية، تكلموا باللغة الفرنسية. الفيديو ده إعداد أستاذة أسماء عامر، وصوت المقدمة وصوت النهاية، ومنتاج الاستاذ ايمن ترك. نطلع نشوف الفيديو ده، لان اللي عجبني قوي في الفيديو ان هو بالرد على لسان علماء الغرب. يعني الرد كان على لسان علماء الغرب ورموز الغرب، مش اي رد يعني. فهنشوف الفيديو ده ونرجع لبعض تاني ان شاء الله باذن الله. زي ما قلت لحضراتكم، اللي عجبني في الفيديو ده بجد ان الرد جاي من الناس اللي اساءت لنا، الرد جاي من العالم الغربي، من عالم الغرب،
من رموز العالم الغربي، من رموز العالم، هم اللي بيردوا على الإساءة للجريدة الفرنسية. فده اللي عجبني بصراحة في الفيديو. بشكر مدرسة الرواد على إعداد الفيديو، وبشكر القائمين عليه، وعليه الصلاة والسلام سيدنا نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نخش بقى في موضوع حلقتنا. موضوع حلقتنا النهاردة هي نموذج يحتذى به بجد، مجموعة رجال أعمال، نموذج يحتذى به في جميع أنحاء الجمهورية. هي مجموعة جمعية رواد التنمية والتطوير بقرية ميت حبيش البحرية. الناس دي عملت حاجة جميلة قوي، ولوجه الله الناس دي ما كانت طمعانة تخش انتخابات ولا طمعانة تعمل أي حاجة. هي كل ما في الأمر إن هي حبت بلدها، بتساعد بلدها، بتطور بلدها، بتطور مكان نشأتها. فهم بجد نموذج يحتذى به في جميع أنحاء الجمهورية. معانا الأستاذ حسين محمد القاضي، مدير شركة سياحة. مرحبا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. الاستاذ محمد خلاف، العضو المنتدب بشركه يونايتد مصر. مرحبا بحضرتك يا فندم. الاستاذ محمد ابراهيم، مدير حسابات شركه يونايتد مصر. مرحبا بحضرتك يا فندم. الاول كنت عايز اعرف اسال بقى الاول، عشان هو زعلان عشان اسمه اللي جه غلط، اساله بقى الاول. الحق الحاج حسين، احنا اول بنعتذر لك على الهواء. لا خالص، بحكايه الاسم اللي نزل خطف انا بعتذر لك عنه. مفيش مشكله يا محمد، ده تقدير ليك. لا ربنا يخليك، شكرا جدا. الفكره بدات ازاي؟ يعني انا عايز افهم حضرتك الفكره ان انتوا بداتوا تعملوا الجمعيه. هي طبعا ما بداتش بجمعيه، بدات بفكره معاكم. جت معاكم ازاي الفكره؟ بدات ازاي؟ اولا الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نبينا وحبيبنا وشفيعنا يوم الدين صلى الله عليه وسلم. اولا بدايه الفكره نشات ما بيننا احنا كاصدقاء مع بعض، جمعت ما بيننا سنين عمر طويلة سواء في الدراسة أو في محل إقامتنا في حبيش البحرية. إن احنا اجتمعنا مع أزمة أو الوباء اللي حدث في على مستوى العالم، وخصوصا في بلدنا ميت حبيش البحرية. يعني الفكرة جت مع بداية أزمة كورونا. مع بداية أزمة كورونا اجتمعنا كلنا، وكان من أهم الأسس بتاعتنا كلها إن احنا نحاول إن احنا نجتمع ونتكاتف مع بعض إن احنا نواجه هذه الأزمة، وإن احنا نحاول إن احنا نكون شريك متضامن مع المجتمع في تكافل اجتماعي وتكافل برضو قروي متشابك مع بعضه، بحيث إن احنا نقدر نواجه الأزمة دي من خلال مشاركتنا في المجتمع والتصدي لهذه الأزمة. لكن في الأول احنا كانت النية بتاعتنا عمل خير، يعني النية بتاعتنا في الأول في اجتماعنا هو عمل خير لوجه الله سبحانه وتعالى، لا نبتغي غير الله في هذا العمل. تاني حاجة ان احنا تعاهدنا مع بعض ان العمل ده لا يشوبه اي مصلحة، بمعنى ان مفيش من وراء اي مصلحة شخصية او مصلحة لطرف معين او اشخاص معينة، ولكن المصلحة العامة للمجتمع القروي بتاعنا، مصلحة البلد. مصلحة البلد بطبعا. فبعد ما النية توافقت ما بيننا وما بين الاعضاء اللي هم طبعا هم مش اعضاء، كم عضو اخوه واصدقاء؟ احنا 12. 12 يعني 12. وطبعا انا اولا لازم اوجه ليهم الشكر بعد ربنا سبحانه وتعالى، لان احنا برضه في هذا المنبر شكر التقدير برضه بمجهودهم ومشاركتهم وتفاعلهم طبعا. وزي ما قلت لحضرتك ان النيه مشتركه في عمل الخير. ثانيا احنا تعهدنا مع بعض ان يكون العمل ده لله سبحانه وتعالى، ونبدا نشارك اهل بلدنا في مواجهه هذه الازمه. فبدأنا ان احنا نوفر الادوات اللازمه لمواجهه ازمه كورونا، والحمد لله بدا العمل يلقى قبول جدا عند الشارع القروي في ميت حبيش البحريه، لان طبعا الموضوع ده كان عامل ازمه في على مستوى العالم طبعا، وكان عامل زي لا طبعا توفروا كحول كمامه اكيد طبعا يعني صح. طبعاً. هو طبعا احنا بدأنا بتوفير الحاجات الأساسية اللي هي توفير الكمامات والأدوات المطهرة والكلام ده كله، كان متوزع مجانا على أهل البلد. طبعا بس احنا بدأنا في الأول نجمع الكوادر الخيرة اللي تقدر تساعدنا في العمل ده. فلقينا شباب طبعا كتير جدا متطوع، وشباب بيحب بلده، وشباب بيحب الخير، وكانوا هم الأدوات المساعدة لينا اللي خلتنا ان احنا نقدر ننزل على الأرض ونعمل العمل ده. وطبعا انا برضو من هذا المنبر انا بوجه لهم يعني كل الشكر والتقدير، كل الشكر والتقدير، وان هم فعلا شباب مخلص لبلده ومحب فعلا لمكان نشأته، والناس دي تطوعت معانا بدون اي مقابل.
بل بالعكس ان هم كانوا بيسبقونا كمان للعمل، ودي كانت حاجه طبعا محفزه لينا ان احنا نستمر، وطبعا بنحييهم ونقدرهم. فكره الكباين تمام، دي فكرتوا فيها ازاي؟ يعني احنا في اماكن طبعا لتجمعات وعليها مرور كتير، يعني زي الوحده الصحيه او الوحده المحليه. عايز تشرح للساده المشاهدين الكابينه دي بتعمل ايه وفايدتها ايه وعملتوها ليه؟ الكابينة ديت عبارة عن عبارة عن ماكينة بتعمل ذاتيا عند مرور الشخص الداخل او مرتاد على هذا المكان، بيصدر منها رذاذ بيقوم بتعقيم الجسم، عملية تطهير كاملة، عملية تعقيم كاملة خارجية واليدين والوجه وكل، بحيث ان الشخص ده لو لا قدر الله يعني بيحامل الفيروس او حاجة. دي من جهودكم الذاتية؟ حقيقة في جزء من جهودنا الذاتية، وفي جزء بتبرع من أحد رجال الأعمال الموجودين في البلدة، هو شارك بالكباين ديت، وكان في برضو مجموعة شباب متطوع. طب ناخد التليفون ده الأول. ماشي. ألو. ألو، السلام عليكم. كابتن ثروت. أيوة فندم. منور البرنامج ومنور الحلقة كلها. ربنا يخليك. كابتن ثروت البنداري، بطل الأولمبي اللي مشرف مصر كلها، وبطل العالم في رفع الأثقال، وعضو اللجنة الفنية في اتحاد الأثقال. رئيس اللجنة الفنية. رئيس اللجنة الفنية، ما شاء الله عليك يا كابتن، ما شاء الله عليك يا كابتن، منورنا والله. اهلا بحضرتك. تحب تقول ايه للناس الجميلة دي اللي منورنا في الحلقة؟ احب الاول ارحب بحضرتك و... اهلا بيك يا فندم. وكل الناس. اهلا بيك يا فندم. وكل العاملين بالبرنامج. اهلا بيك يا فندم. وطبعا بوجه لمجموعة الشباب واخواتنا وولاد بلدنا، رواد التنمية والتطوير بقرية متحبش البحرية. وحضرتك رمز من رموز البلد طبعا. ربنا يخليك. ده يعني الحمد لله، يعني هو احنا يعني كلنا بنسعى ان احنا نخدم بلدنا مصر الام والكرة اللي احنا بقى تابعين ليها، يعني دي اي حاجة بنقدر نعملها ونتأخرش فيها الحمد لله. ربنا يحفظك. طبعا مجموعة الشباب دول يعني دول تجمعوا اولا على الخير لخدمة بلدهم ومساعدة اهل القرية وبدون مقابل وبدون اي شيء، وده كان نابع من جواهم ان هم عاوزين يعملوا حاجة لبلدهم بكل حب وبكل اخلاص، وانا بحييهم على ده لانهم يعني قدروا يعملوا حاجه ممكن اجيال قبليهم ما يقدروش. ان هو في مده قياسيه جدا يا فندم، يعني انا استغربت على الاعمال اللي انا شفتها دي كلها ان هي من 4 شهور بس. لا، هم في فتره بسيطه جدا. يعني في اعمال كتيره تمت انا اتناقش فيها معاهم، فانا استغربت ان الفتره الزمنيه 4 شهور فقط لا غير. طبعا هم فتره بسيطه جدا، ويمكن هي كانت يعني بدايتهم بالظبط في خلال فتره الازمه العالمية للكورونا، وتجمعهم الجميل ولمساعدة بلدهم بالاستعانة بمجموعات من الشباب وتشكيل مجموعات لتطهير ورش الشوارع والمنازل، وكل ده يعني عملوه بدون أي مقابل ولا أي تبرعات. احنا معنا صور لنعرضها يا جماعة واحنا بنتكلم. فضل يا كابتن كمل. ايوه فندم. كمل يا كابتن كمل. عملوا الكلام ده طبعا حبا يعني في بلدهم وفي اهاليهم. يعني عربيات ترش الشوارع وترش المنازل. عملوا بوابات تطهير وتعقيم في بعض المداخل لبعض الاماكن المهمه زي المساجد الكبيره في البلد، زي البريد، هيئة البوسطة في القرية عشان الناس الكبيرة في السن، ويعني مبيدات بقى والرش والكلام ده كله، ودي كانت كلها جهود ذاتية، ودي حاجة جميلة. أعمالهم كتيرة في فترة بسيطة جدا، طوروا المقابر، مقابر القرية قاموا بتنظيفها تنظيف كامل. تعرف حضرتك طبعا تبقى الحاجات اللي زي كده مهجوره و يعني منسيه، مفيش اي صيانه، مفيش
قاموا بتطهير كل المقابر ورصفها. لا لا، حاجه جميله وحاجه تشرف. برضه في سور مدخل البلد بطول تقريبا 600 700 متر او كيلو تقريبا، عملوه ما شاء الله بشكل جميل جمالي، وبداوا يحطوا عليه بعض صور بعض الرموز للقريه في جميع المجالات. وده هدفه برضه، هم كان القصد منه ان هم يخلوا شباب القريه يقتدوا بالرموز اللي موجوده ويبقوا قدوه. طبعا حاجه جميله، يعني بيدعموا بيدلوا الشباب على الطريق الصحيح والطريق، تعرف في وقت يعني المواضيع دي بقت صعبه شويه في موضوع التربيه والسوشيال ميديا فالشباب محتاج اللي يوجههم، يعني فدول قدروا يعملوا عمل جميل يعرفوا الناس ويعرفوا الشباب رموزهم عشان يقتدوا بيهم. ولد عاوز يطلع رياضي زي صنوت البنداني، ولد عايز يطلع ضابط زي محمد خلاف الله يرحمه، ولد عايز يطلع دكتور. فدي هي رموز قريه. فهم كان عمل جيد وعمل خير لتوجيه وتدعيم الشباب. دي اصبحت محافظه جوه محافظه. معايا يا فندم؟ بقول لحضرتك اصبحت محافظه جوه محافظه. لا يا لا، خرجت رموز كتير جدا هتكلم فيها دلوقتي مع الاستاذه معانا. مش عايزين نعملها كده بقى عشان ما نروحش الحته دي يا باشا. لا ده حقكم يا كابتن، حقكم. انت عملتوا حاجه ما حصلتش في اي بلد تانية، ما حصلتش في اي قريه تانية خالص يعني. الحمد لله. والله هم فعلا، انا دي مجموعه فعلا، الاستاذ محمد خلاف والاستاذ عادل وكل المجموعه، يعني عشان حسين كلهم ناس افاضل وشباب زي الفل، واحنا برضه في ظهرهم اكيد يا كابتن. اكيد في ظهرهم ان شاء الله، حتى بفكره يعني ان شاء الله يعني مش سايبينهم يعني لانه طالما هو بيعمل حاجه للصالح العام وحاجه بتخدم بلده، اكيد يعني اكيد الناس النقيه الناس النظيفه اكيد هيبقى كله وراهم وضهرهم يعني. واحنا يعني بحييهم وبحيي فكرتهم الجميله البناءه اللي فعلا يعني خلت القريه تحولت لشكل جميل ما شاء الله. يعني عملوا ترابط ما بين الشباب والعائلات، ودي حاجه كويسه يعني، دي حاجه احنا كنا بدانا نفتقدها في هذا الوقت. كنا فعلا بدانا نفتقد حاجه زي كده. صح. فهم بيعيدوا حاجات جميله، ترابط بحب بخدمه بلدهم، يعني لها معاني كثيره جدا. اللي هم بيعملوه له معاني كثيره جدا يعني. شكرا لحضرتك يا كابتن. واتفضل. طب اتفضل حضرتك. اكبر معنى واكبر رمز لميتسوبيشي البحريه، انت اسعدتنا كتير يا كابتن، وكنت بتخلينا ننتظر نشوفك في التلفزيون، نشوف اسم مصر على بيترفع عالميا، واسم ميتسوبيشي انت فخر، الواحد بيفخر بيك يعني منذ الصغر، وتربينا زي امثال حضرتك كده، وربنا يجعلنا على نهجك، واي حد يرفع اسم ميتسوبيشي نفخر به في كل مجال. شكرا كابتن ثروت. شكرا ليك يا كابتن. العفو استاذ محمد. يعني انا سعيد بيك والله، وسعيد بفكرتكم، وسعيد باللي انتم بتعملوه، ويعني اذا كنت انا رمز في لعبه وفي رياضه، فان شاء الله انتم تكونوا رمز برضو في تنميه وتطوير وخدمه اهاليكم وخدمه قريتكم ان شاء الله. ده برضو عمل وعمل قومي وعمل خير وعمل بناء، يعني برضو انتوا تشكروا عليه. فانا بشكركم وبشكر كل القائمين على هذا العمل، واحنا تحت امركم برضو، واحنا معاكم اخواتكم الكبار
زي ما قلت لحضرتكم يعني لحضراتكم ان شاء الله حتى نكون بفكره فيبقى ده شيء كويس. وبشكركم جميعا. شكرا لحضرتك يا كابتن، شكرا لحضرتك، نورتنا بجد والله واسعدنا صوتك معانا. الكابتن ثروت البنداري رئيس لجنه رجلن فنيه في اتحاد رفع الاثقال. نرجع بقى يا كابتن. احنا كنا بنتكلم عن البوابه. عن البوابه. عن البوابه. اذكر هنا يعني كل واحد ليه فضل لازم يتشكر، مجموعه فنيين يعني عباره عن فني الموتال وفني سباك وفني كهربائي اجتهدوا وعملوا بوابه. كم بوابه؟ هم كانوا ثلاث بوابات. ثلاث بوابات. في عملوا بوابه اربع، كانوا اربع بوابات لان في بوابه كتر، في بوابه اربع بوابات. في بوابه قاموا بتكلفه بسيطه جدا واهدوها لقريتهم. انا من هنا بشكرهم بصراحه يعني، وعملوا بوابه يعني بتكلفه زهيده جدا تقل عن ال 30% من الموجوده في السوق وبكفاءه عاليه جدا جدا يعني. مجموعه شباب فني بسيط قام باهداء هذا هذه البوابة لأهل بلد. أنا بشكرهم جدا 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 على الموضوع ده. وأنا بنوجه لهم الشكر مع حضرتك من هنا. إحنا بدأنا بفكرة أهم حاجة عندنا هو الوعي. ركزنا على حتة الوعي. إزاي تنشر الوعي عند الناس مبقاش عندهم أثناء أزمة كورونا. أثناء خطر كورونا وأزمة وجائحة كورونا. هو أنتوا نشرتوا الوعي عن طريق أطباء متخصصين. متخصصين. بالظبط. في كوادر طبيه ما شاء الله عليها في البلد، البلد مليئه بكافه الكوادر سواء طبيه او يعني في مجال الهندسه في مجال الرياضه في كل المجالات. فعملنا بث مباشر يومي يطمن الناس من خلال هذا البث، يشرح لهم كيفيه التعامل مع هذا المرض عن طريق التباعد او عن طريق الكمامه او عن طريق عدم او الغسيل الايد بالميه والصابون يعني. وكان مجموعه دكاتره متميزه امثال الدكتور حسين خلاف والدكتور متولي ومجموعه الاطباء كثيره في البلد يعني. والناس فعلا ارتاحت واطمنت لما سمعت يعني الوعي ده من متخصصين يثق فيهم يعني. وكان استجابه الناس ما شاء الله كويسه جدا، اهل البلد معانا يعني. طب هنطلع فاصل ونتواصل ان شاء الله، ارجو ان تبقوا معنا. رجعنا لكم مرة أخرى مع أستاذ المحترمين أعضاء لجنة التنمية والتطوير بمدح بيش البحرية. عملتوا حاجة جميلة قوي في الطرب أنا ما شفتهاش قبل كده. هو جت الانترلوك والتبليط بالشكل الجميل. هو جت الفكرة ديت إن ده يعني مكان المفروض ناس تعظم الشعائر اللي هي موجودة في المكان ده. فكون ان المكان ده الناس مش بصله خالص، مكان مهجور مليء مثلا بالقمامه بالاتربه بواقي الاشجار. فبعد ما خلصت موضوع جائحه كورونا وبدات الناس يا جماعه هي الصور مش جاهزه معاكم؟ يعني انا الصور فين طيب؟ يعني انا هتكلم والناس عايزه تعرض الصور، حد رد عليا في الايربيس طيب يعرفني يعني الصور فين؟ كمل يا فندم كمل. بعد ما خلصت جائحه كورونا فاحنا ما انتظرناش او ما كانش دورنا ان هو العمل في وقت الجائحه وكده. فاحنا بصينا ان احنا نطور البلد في اكتر من مجالات، فبدانا نبص للنواحي اللي هي ناقصه البلد. فكان اولى فكره ان احنا نتحدث فيها او نطور فيها موضوع المقابر. فبدانا ان احنا ندعو الشباب البلد ان هم يطلعوا في يوم لتنظيف المقابر. بصراحه ما شفتهاش قبل كده في اي وفعلا اي مقابر بصراحه انا شفتهاش. فعلا كان في تجاوب كويس من شباب البلد ورجاله البلد كلهم وطلعوا في يوم جمعه والناس كلها تكاتفت، واللي تبرع بالات ومعدات ومجهود شخصي، وبداوا ان هم يطوروا وينظفوا في المقابر. بعد كده طلعنا ان احنا جبنا الانترلوك وبدانا نقسمها شوارع ونبلطها.
لغايه ما طلعت بالمظهر الجمالي اللي هي فيه دلوقتي. هي ما شاء الله منظرها جميل جدا يعني بجد، يعني المنظر جمالي ومنظر حضاري جدا، انا ما شفتهاش في اي مقابر ثانيه خالص. هو يعني هو بصراحه بلدنا تستاهل اكتر من كده. انا عايز اسمع من حضرتك رموز البلد، يعني عايزك تعرف الناس رموز، لان البلد دي خرجت رموز كتير قوي. والله انا اقول لحضرتك على حاجه، ما تحبش البحريه فيها رموز كتير جدا وكوادر فعلا مميزه على كل المجالات وكل الأصعدة. لكن لو احنا اتكلمنا في الحقبة اللي فاتت دي او الفترة اللي فاتت دي من خلال الأزمة اللي احنا كنا بنمر بيها، وجدنا فعلا ان في رموز طيبة ومليانة خير للبلد، وفعلا هم اللي ساعدونا ان احنا نوصل بالشكل ده وبالمنظر ده. طبعا دول طبعا الإخوة الأفاضل اللي احنا طبعا بندعي ان احنا ننتمي اليهم، وده شرف لينا طبعا، وربنا يجمعنا دايما في الخير ان شاء الله. نرجع تاني لكوادر دول المجموعه الشباب ما شاء الله. فطبعا ما تحبيش مليانه كوادر، مليانه كوادر كتيره جدا وخيره، واحنا فعلا شفناهم اثناء الازمه ومن خلال مشاركتهم معانا في الاعمال اللي احنا كنا بنقوم بيها. وطبعا احنا مش عايزين نذكر اسم معين عشان خاطر ما يعني ما ننساش حد وما يعني ما نخسفش حق حد، لكن في فعلا ناس خيرة جدا وناس طيبة وناس بتحب بلدها وناس بتشارك من غير ما تحب تظهر نفسها ومن غير ما تحب انها حتى تذكر اعمالها. فاحنا حتى كبداية العمل احنا لما بدأنا في موضوع الازمة بدأنا احنا داخليا زي ما بقولوا كده ايه، نرتب البيت الداخلي بتاعنا احنا ازاي هنقدر نواجه الازمة دي او هنشارك فيها ازاي. فبدأنا كل واحد يعني انت معاك كام انا معايا كام نقدر نوفر ايه، بدأنا نوفر الحاجات اللي هي الأساسية اللي نقدر نشتغل بيها لمدة 3 شهور على الأقل بدون أي مشاركات أو بدون أي دعم من أي حد. وكانت بدايتنا يوم 14/6 اليوم الفعلي أو ميلاد رواد التنمية والتطوير، طبعا ده أمر كان لاحق لكن كان بداية الموضوع كان اسمه لجنة إدارة أزمة كورونا في ميت حبيش البحرية. تطور بعد كده معاكم هو زي ما انا قلت لحضرتك ان العمل بدا في الاخر حاليا. انا سمعت بتنشئ جمعيه. هو العمل بدا في الاول ان هو عمل خير وكان مقتصر على مواجهه الازمه، لقيت في ناس سبورت، ولكن طبعا لقينا في تشجيع من الناس بدا يخلي الفكره تتطور عندنا. وبدانا ندور على ان احنا يبقى لينا كيان ويبقى لينا رمز نشتغل برضه من خلاله، بحيث نقدر نخدم البلد اكتر، يعني نقدر نخدم البلد اكتر. وده طبعا عن طريق انشاء جمعيه خيريه، جمعيه خيريه تقدر انها تساهم في خدمه وتطوير ما تحبش البحريه، لان احنا طبعا احنا بنحب بلدنا فاحنا عايزينها تبقى طبعا في مرتبه كويسه جدا ومرتبه عاليه ما بين يعني وسط محافظه الغربيه وضمن جمهوريه مصر العربيه ومن خلال القرى اللي موجوده حوالين مننا. ده تكريم ندى الطالبة الأولى في الأزهر. والله هي الصور دي كلها يعتبر ملخص أو سمري للأعمال اللي احنا عملناها. ندى استضفناها هنا معانا بكده. هو احنا الموضوع برضو زي ما أنا قلت لحضرتك بالأزمة، وبعد كده بدأنا نشوف الشكل الجمالي الشكل الجمالي لبلدنا، فبدأنا بعمل جدارية موجودة قدام القيادة بتاعة المرور في مدخل ميت حبيش البحرية. بدأنا نطور المدخل بتاع ما تحبيش البحريه نفسه. حسنا استاذ محمد على السطور ده في طريق مصر اسكندريه الزراعي على مدخل البلد، انتوا عاملين سور مساحته كام السور ده؟ هو مساحه السور ده تقدر بنص كيلو، هو عباره عن 122 باكيه. وكنا عاملين قبل كده حوالي برضو بتاع يعني 100 متر تقريبا كمان. دول كانوا فكره كده يعني. ازاي عشان ترسم الرسومات دي، وهل فعلا متخصصين اللي رسموها رسموها من اهل البلد ولا انتوا استعنتوا بحد من بره؟ ولا هو بصراحة نشكر هنا السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، هو ساعد ما عرضنا الفكرة رحب جدا. أستاذ ناصر حسن رحب بالفكرة جدا جدا وقال أنا مكلف. ده في مكالمة ممكن ناخدها معنا؟ ألو ألو ألو. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة نعمة إزاي حضرتك؟ مديرة المدرسة. منورة البرنامج ومداخلتك الجميلة. اتفضلي يا فندم اتفضلي. تحب تقولي ايه لمجموعة رجال الأعمال المحترمين اللي معانا في البرنامج هنا؟ احنا شباب مش رجال أعمال يعني، احنا شباب صغيرين. ألو ألو أيوه
استاذه نعمه. ايوه مع حضرتك. ازاي حضرتك؟ الله يبارك في عمرك يا رب. الله يخليك، نورتينا في البرنامج ومداخلتك الجميله. الله يكرمك يا رب. الله يبارك لك يا ابني. الله يخليك. تحبي تقولي ايه للشباب الموجود عندكم، نموذج من النماذج المشرفه للبلد عندكم، تحبي تقولي لهم ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله احنا عندنا شباب في بلدنا لم يتكرروا في اي مكان ولا في اي زمن قبل ذلك. ما شاء الله. الشباب دول عندهم استعداد لعمل الخير، هم ما صدقوا لقوا الفرصه زي ما يكونوا نفضوا شويه التراب. وعندهم تواضع جميل قوي، يعني انا بقول رجال اعمال يقول لك لا قول شباب. لا شباب الاول. عندهم تواضع جميل قوي بصراحه يعني. لا لا الشباب بسم الله ما شاء الله. الشباب كان كله همه وكله نشاط وكل وحب للبلد. ما شاء الله ما شاء الله. حب للبلد حب غير عادي بصراحه. يعني وبعدين الوقت بتاعهم اللي بداوا فيه الشغل مع فريق كورونا يعني اداهم فرصه ان هم يستغلوا وقت الفراغ بتاعهم. طبعا حضرتك عارف ان ما كانش فيه شغل ايام ما كانش فيه دراسه، ما كانش فيه اي وظايف، كان كله يعني كان كل المصالح كلها تعتبر يعني ما فيش شغل خالص. بسم الله ما شاء الله. هو الاستاذ محمد خلاف والفريق اللي معاه استثمر الوقت ده، مش هقول لك استغل، في فرق طبعا بين استغلال واستثمار واستعمال والكلام ده. هو استثمر الوقت لصالح البلد ولصالح الشباب. الشباب كان عنده حماس ونشاط لانهم عملوا عمل ما تعملش في اي بلد حوالينا او جنبنا او في اي محافظه قبل كده. قاموا بتجميل البلد زي ما حضرتك شفت، او على السريع عملوا خط السريع كله، عملوا دهانات ورسومات وعملوا نبذات مختصره عن الشخصيات العامه والمهمه في المحافظه الغربيه. كمان عملوا المقابر، عملوا فيها اضاءه، المقابر كانت تعتبر بؤره يعني. كل ده قد من رئيس المدينه لما كرمهم، هم تكرموا طبعا من رئيس المدينه. رئيس المدينه مش هيكرمهم كده هباء يعني، اكيد اعمالهم وانجازاتهم لا ده اللي ادى ان رئيس المدينه كرمهم. حتى المحافظ غير تغيير، والمحافظ نزل بص بنفسه واثنى عليهم كلهم يعني بصراحه. طبعا كانت لفته جميله برضه منهم. ده اقل حقوقهم والله حقيقي يعني. حقيقي. بس هقول لحضرتك برضه احنا ما ننساش دور رجال الاعمال. احنا عندنا رجال اعمال في البلد خيرين جدا. بلدنا فيها خير. فيها خير مادي وفيها خير معنوي. الخير المادي بيكون من خلال رجال الاعمال انهم بيمدوا الناس دي بالماديات اللي هم محتاجينها. يعني انا على سبيل المثال مديرة مدرسة، اي حاجة بعوزها من رجال الاعمال في البلد بيعملوا مشاركة مجتمعية لبأس بها، مفيش تأخير. في حب للبلد يا فندم. لا اهم حاجة في مصداقية. في يعني حب، لا في حب، اهم حاجة الحب، في حب للبلد. احنا بنحتاج حاجة لأي مكان، لأي حاجة في البلد بنروح على رجال الاعمال، لما بيلاقوا عندنا مصداقية بينفذوا وزيادة كمان. وبعدين البلد اتغيرت مع من اول ازمه كورونا كده، هم كانوا داخلين بس لازمه كورونا، لا هم كمان تطوروا حاجات ثانيه كتير. تطورت الفكره معاهم ما شاء الله. تطورت الفكره وبدات تاخد حاجات كتير يعني. كمان هم من ضمن كمان خدوا نماذج مشرفه من مدح بيش، قدوه مقامه يعني. جابوهم برضه عملوا معاهم احاديث معاهم، واعلام الاحاديث ديت المقابلات ديت اعلنوها. عرفوا الشباب ان احنا بنبدا منين يعني. على سبيل المثال حاجة عيسى مثلا، ناس تانية واخدة دكتوراه، ناس تانية ناجحة في مجالات تانية. بدأوا يعرفونا بدأوا منين وبيعملوا ايه عشان يحسنوا ونشطوا الشباب. فالحمد لله يعني البلد اتطورت. الناس دول أقول لهم بصراحة ربنا لهم الشكر على اللي هم عملوه. نشكر حضرتك، احنا بنشكر حضرتك برضه، نموذج كويس جدا. هم عايزين يشكروكي وأنا بشكرك بصراحة برضه يعني. طبعا أستاذة نعمة من الكوادر الفعالة جدا والنشيطة جدا في نظام في المنظومة التعليمية طبعا، ودي أمنا يعني أختنا الكبيرة طبعا، ليها كل التحية والتقدير. يعني اللي هي مديرة يعني مدرسة حكومية، ولكن ما شاء الله تشوف فيها تجديدات دايما وتطوير. نعم. دايما أي مدرسة بتكون موجودة فيها بصراحة بتحولها لنا ست فاضلة. تمام. بنشكر حضرتك يا فندم، وسعيد إن أنت دخلتي معانا مكالمة هاتفية، وسعيد إن أنت رحبتي بأبناء بلدك وبنماذج بلدك المشرفين. كلمني عن الصوره، انا الصوره عجبني قوي بصراحه. وعجبني برضه. وعاجب وعاجب كل ما يمر يعني. انا عارف ان انتوا عملتوا انجازات كتيره، احتفلتوا بـ 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 بالاطفال، عملت لهم مع طبعا مع كل ده مع اخذ بالاعتبار بالاعتبار. احنا كان في يعني اشكال سلبيه في مدخل البلد يعني. كان في يعني بعض الكلمات بتعمل كده، فكان دايما اللي يمر بالبلد بتاعتنا يعني ايه يذكرها بالكلام ده.
فاحنا حاولنا نشيل كافه الاصائل اللي يخش على متهيئش البحريه يدي السلام والتحيه نتيجه الاعمال اللي بتتعمل لتبقى حقيقه. يعني دي كانت رسالة جوايا ممكن يعني ما ده نص كيلو السور ده نص كيلو نص كيلو هو يعني اللي كان فعال معانا. بنشكر طبعا الجماعه اداره شرق التعليميه بطنطا وقفت بحوالي 40 كرمتكم برضه اداره شرق هي دار الشرق تعاونت معانا بالرسامين حوالي 40-45 رسام هو الاستاذ حسين كان بيشرف عليهم يوميا ومتواجد معاهم من الساعه يعني 8 الصبح لحد حوالي الساعه 4-5 يوميا الاستاذ حسين كان موجود معاهم يعني فهم تبرعوا بالوقت والمجهود بناء على تكليف لكن كانوا بيعملوا بحب يعني مجموعه الرسامين الاستاذ حسين يذكرهم واحد واحد يعني كان في احتفاليه قريبه ان شاء الله يعني في خلال ايام هيتم تكريمهم من إدارة شرق وتكريم المجموعة اللي هو احنا كنا مسؤولين عن الموضوع الإمداد بالمواد اللازمة لعملية الرسم وكده يعني. كرمتوا انتوا أوائل الصناعية عندكم برضو في البلد عملتوا تكريم؟ قبل بس تكريم الأوائل طبعا فيما يخص السور والمشاركات بتاعته طبعا احنا في عندنا ناس كويسة جدا أنا بسميهم شباب الخير يعني مجرد ما طرحنا الفكرة عليهم في موضوع تطوير سور ميت حبيش البحرية الناس بصراحة لم تتوانى وشاركت معانا هم طبعا يعني عدد قليل لكن هم طبعا بصراحة من الكوادر اللي احنا بنحبها لان هم طبعا بيحبوا الخير وحبوا المظهر الجمالي لبلدهم وانا برضو مش عايز احدد اسماء عشان برضو ما نخشش فيه لكن هم طبعا يعني هم اذا كانوا بيشاهدونا دلوقتي انا بتوجه لهم التحية والتقدير لان هم بصراحة مجرد العرض عليهم الفكرة الناس ابدت مشاركتها لبت على طول ولبت وساهموا معانا برضو في توفير بعض الدعم بالنسبة لمواد الدهان طبعا ودي حاجة طيبة جدا منهم ونتمنى ان احنا كل الناس برضو نفس الموضوع تشارك في كل الاعمال الخيرة او الاعمال الجمالية اللي بتؤدي الى تطوير متحبيش البحرية فطبعا كان لازم اشكرهم من باب اولى لان طبعا طبعا هم ناس كويسه جدا يعني طبعا. بالنسبه بقى لتكريم الاوائل للجمهوريه عندكم والله جت فكره تكريم الاوائل ان احنا يعني حبينا ان احنا نظهر نموذج كويس بحيث ان الشباب اللي طالع يقتدي بيه وتبقى قدوه حسنه لهم ودي كانت المره يمكن الاولى ان يتم تكريم اوائل الثانويه العامه بالنسبه للقريه او البلد اللي احنا فيها فدي كانت فكره وبعدين اصبحت حافز للطلبه اللي طالعين جداد ان هم قدامك الشباب انا حوالي 30 واحد تقريبا فعلا ان هم ان هم يطلعوا يبقى كل طالب من اللي طالعين ينتظر دوره السنه الجايه ان هو يبقى ايه مكان المكرمين دول يبقى نموذج حتى يبقى حافز بالظبط كده يبقى حافز للشباب اللي طالع ان هو يعني هو وهو قاعد بيتفرج عليهم وهو بيكرمهم هو في نفس مكانه بيتمنى ان هو كان يبقى مكانهم ايه هدفكم الفتره الجايه يعني انتوا نفسكم تعملوا ايه وهدفكم ايه وبتناشدوا الدوله بايه يعني برضو المفروض الدوله تكون ليها دور في تدعمكم يعني انتوا نفسكم تعملوا ايه والهدف التارجت ايه والله يا بالنسبه للبلد عندنا هو احنا على قد ما بنقدر بنشتغل بس في حاجات طبعا فوق قدراتنا انا بتكلم في كده بس اكيد استاذ محمد يعني اكيد في حاجات فوق القدرات اكيد في حاجات فوق القدرات طبعا ايه يعني نفسكم ما هو لا ما هو يا جماعه يعني بص دول يعني انا بتكلم بقى بكلام موجه للدوله يعني بصراحه وسياده المحافظه الغربيه عامه تحديدا سياده المحافظه الغربيه المفروض حضرتك تكون سبورت للناس دي الناس دي بتعمل حاجه فريده من نوعها ما حصلتش قبل كده في اي محافظه ان هم يطوروا من بلدهم ان هم المقابر لما تخش لما تخشها تنبسط تبقى مبسوط وانت داخلها الارض معمول لها انترلوك بشكل جميل جدا تبليط على اعلى مستوى المظهر بقى جمالي جدا فالمفروض تكون الدوله ليها دور في كده سياده المحافظ تكون ليك دور تقف تبقى سبورت للناس دي تدعمها تشوف ايه اللي ناقصهم دي اقل حاجه تشجيع ليهم لا كل حاجه على المواطن ولا كل حاجه على المسؤول فلازم يكون في شير لازم يكون في مشاركه بين المسؤول وبين المواطن فيا ريت يكون ليك دور مع الناس دي عشان تشجع حتى في جميع القرى اللي حوالين مدينه طنطا يكون في نماذج زيهم يقدروا ينهضوا ببلدهم ويطوروا بلدهم ويبقى في تنافس شريف جميل بين القرى حوالين مدينه طنطا. نفسكم في ايه يعني انتوا ايه المطلوب من سياده المحافظ مثلا عشان خاطر
هو سيادة المحافظ يعني نشط جدا ومثال وقدوة وبيعمل دايما خارج الصندوق، هو فخر المحافظة كلها. معلش مع احترامي. أنا معلش مع احترامي. أنا فاهم يعني، بس معلش مع احترامي. هو نشط تمام جدا ماشي يعني. تمام. عمل إيه في ميت هبيش؟ هو كفايه الاعمال اللي بيعملها في المحافظه كلها. اصلا ما تحبيش دي قريه من 450 يعني قريه. بس انا شايف في ناس بتعمل شغل يعني، في ناس بتعمل حاجه كويسه، مواطن بيعمل حاجه كويسه في بلده. تمام. فانا لازم اكون ايدي بايده. تمام. فهو هو ناشط على عيني وعلى راسي بس كمل. تمام. احنا زي ما قلت لحضرتك في البدايه والاستاذ حسين قال لك ان احنا بنعمل جنبا الى الدوله، ما متاح عند الدوله وما متاح اللي احنا نخدم بلدنا بايدينا احنا. الدوله هي ممثله في السادة المحافظه. تمام تمام. احنا طبعا في مشاكل اللي هي موجوده في جمهوريه مصر العربيه كلها، مثلا من مشكله صرف او ضعف الاناره بعض الماء او ضعف المياه بعض الوقت عندنا في البلد. دي حاجات برضو محتاجه، دي الحاجات الادميه، دي الحاجات الادميه بس هي العيشه، بس هي برضو محتاجه هي خط الدوله. طبعا انا معاك. في خط الدوله، في خطه الدوله بالدوله بتحطها واحنا بنمشي عليها. تمام. بس احنا بنستعجل الدوله بقى يعني، لان ده صرف صحي. ده حاجه مهمه جدا ان القريه بيفصلها عن طنطا بطريق سريع. مفيش طريق سريع بس. يعني القريه بيفصلها الطريق السريع. وبعدين مفيش يعني مفيش 10 متر الخدمات الاساسيه. مش هي لازم يكون فيها خدمات اساسيه، صرف صحي طبعا. ده طبيعي. هو صرف عندنا عالي. الشوارع الجانبيه ده طبعا مش موجود. لا لا، هو لازم يكون فيه دور بقى. ما انا بتكلم هنا دور الدوله متمثل في محافظه الغربيه، ان هو يعمل على تشجيع الشباب زي حضراتكم بتقوموا بحاجه فريده من نوعها ما حصلتش قبل كده. يبدا هو بقى يشتغل على كده، يشوف ايه اللي ناقصكم ويعمله. يعني انا عايزك تناشد، عايزك تقول ايه اللي ناقص. ما انا قلت لحضرتك اللي هي الاربع حاجات الاساسيه اللي موجوده في اي قريه في جمهوريه مصر العربيه. هي هي الصرف والميه والكهرباء والغاز. يعني هما مفيش غاز برضو هناك. لا مفيش غاز. ما هو عشان احنا مجاري اهالي فلازم تتسلم الاول. لازم يستكمل موضوع الصرف. طيب تحبوا تقولوا ايه قبل ما نختم؟ تحبوا تقولوا ايه؟ انا بطالب اهالي ما تحبش كلها يعني تستثمر الوقت اللي احنا موجودين فيه، وبندعو والتكاتف كلنا ايد واحده. احنا بايدينا كلنا كاهل ما تحبش نقدر نعمل اشياء فوق الخيال. احنا عندنا خطط يعني لا مجال لذكرها حاليا، خطط بتمتد لسنتين وخمس سنوات ومنظمه ودراسات عن طريق ناس متخصصه في المجال. كل اللي احنا عملناه في البدايات ده كله كلام يعني شايفينه هو بسيط، لكن اللي جاي ان شاء الله لاهالينا في ما تحبش البحريه بايدينا وبايدينا جميعا ان شاء الله. اتمنى ان احنا نتكاتف كلنا ونعمل تحت مظله واحده هي مظله حب ما تحبش البحريه. لا اتمناها يعني. بالتوفيق ليكم ان شاء الله، وباذن الله يتحقق كل اللي انتم عايزينه ويكون بلدكم من احسن البلاد على مستوى الجمهوريه. الله يخليك ويبارك. امبارح كان مهرجان الموسيقى العربيه في دورته ال 29. الحقيقه احنا غطيناه. رئيس البرنامج التحرير الدكتوره هويدا علي اخذ الكاميرا ونزلت خط غطت المهرجان. نطلع للتقرير ده ونرجع لكم تاني. أعزائي المشاهدين مساء الخير من دار الأوبرا المصرية وتغطية حصرية لبرنامج دردشة سريعة للمهرجان الموسيقى العربية التاسع والعشرون. ومعنا النهاردة لقاءات مع وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنانة الجميلة نادية مصطفى، والفنانة الرقية الرقيقة سوما، ومطرب الجميل الأستاذ أحمد إبراهيم. المصرية طبعا المهرجان يعني السنة دي يمكن حاولنا نختصر شوية، فهم 10 أيام بإذن الله مجموعة حفلات 28 حفلة لكبار الفنانين العرب والمصريين. أكيد كان في صعوبة زي ما العالم كله احنا متابعين ان تم الغاء او تأجيل كتير من الفعاليات الفنية والثقافية على مستوى العالم، لكن مصر ما زالت مصرة على الاستمرار. فالحمد لله نجحنا بان يكون متواجد معنا عدد كبير من الفنانين العرب والمصريين في هذا المهرجان. الاجراءات الحراسية يا فندم والتكريمات اللي بتتم اولا طبعا بالنسبه للاجراءات، اعتقد ان يعني الحمد لله المنظومه ناجحه جدا جدا على مستوى وزاره الثقافه بشكل عام في جميع مسارحها، اذا كانت المسارح المكشوفه او المسارح المغلقه، وخاصه الحقيقه دار الاوبرا المصريه، بدليل ان احنا مستمرين بقالنا فتره كبيره جدا والحمد لله، لان في يعني حجم من الالتزام بشكل كبير جدا بالاجراءات الاحترازيه، واكيد كلنا تابعناها من بره من باب الدخول وفي وسط الجمهور بنستشعر بيها. عشان كده بيبقى الاقبال شديد جدا، لان الكل بيستشعر بحاله الامان اللي موجوده والحمايه اللي بتكون موجوده. طبعا خروج الفعاليات خارج المسارح المغلقه ده كمان بيساعد بشكل كبير، ومع ذلك المسارح المغلقه بتشتغل بكثافه عاليه جدا جدا على مستوى وزاره الثقافه ككل.
بالنسبه للتكريم طبعا الحقيقه كان التفكير السنه دي من خلال اللجنه الخاصه اللجنه العليا للمهرجان، وكان بنستشير بعض كلنا ان دايما بتكون التكريمات لكبار الفنانين المصريين والعرب، ولكن معظمهم بيكونوا راحلين، فلقينا ان مهم جدا جدا ان يعني نبتدي نتبع اسلوب جديد وهو تكريم فنانيننا العظام اللي يعني على قيد الحياه. والحمد لله السنه دي الحقيقه مجموعه تكريمات اكتر من عظيمه وفخوره لينا كلنا كمصريين وكعرب. حضرتك اخر كل مؤتمر يعني بيتم عدد من التوصيات، ازاي بيتم التفعيل والاستعانه بهذه التوصيات وتطويرها يعني؟ لا ده طبعا على مدار ال 29 سنه يعني المؤتمر باليات عمله يعني الحقيقه كانت فيها التزام كبير جدا، وده طبعا اللي اسسته الاستاذتنا العظيمه الراحله الدكتوره رتيبه الحفني، واللي ده بيتم كل سنه الحقيقه، وبنحاول ان بيكون التوصيات دي اذا كنا احنا كوزاره الثقافه في مصر بنقدر نحقق منها جزء كبير او بنتواصل مع الجهات المعنيه خارج مصر ايضا. لكن برضو السنه دي مهم جدا اقامه المؤتمر الحقيقه، وانا بحيي كل ضيوفنا المؤتمرين المصريين والعرب لان في جزء منهم حضر الى مصر وفي جزء الباقي هيكون في التعامل بالاونلاين طبعا، ولكن حقيقه يعني ما فيش اي فعاليه من فعاليات المهرجان تم تقليلها او الغيت، كنا مصرين على ان يكون المهرجان بصورته البراقه دايما. شكرا لك. فنانة الجميلة نادية مصطفى، حضرتك أنا عايزة أعرف إيه الاختلاف بين مهرجان الموسيقى العربية قبل كده ودلوقتي؟ كل سنة بيتقدم جديد من أغاني ومن أصوات، وكل سنة بيقدموا فكرة جديدة. السنة دي عاملين فكرة حلوة قوي، السنة دي فكرة تكريم عمالقة أثروا الحياة الغنائية وهم في وجودهم، ربنا يديهم الصحة لطول العمر، طبعا الأستاذ محمد سلطان الموسيقار العظيم، الأستاذ حلمي بكر، الأستاذ جمال سلامة، دكتور جمال سلامة. والفكرة كمان اللي احنا عاملينها هنبتدي المهرجان، افتتاح المهرجان وهنقفل كمان المهرجان بغنوه معموله مخصوص عشانهم، فدي مفاجاه عجبتني جدا بصراحه، وحسيت الفكره حلوه ان برضو غنوه تبقى خاصه بالمهرجان، ما بيعملوش كده كل سنه، بس السنه دي لا في جديد ان شاء الله. طيب انا عايزه اسال حضرتك، هل في اختلافات في المهرجانات العاديه في زي الجونه وزي المهرجانات الثانيه اللي هي بتبقى الفنيه، واختلاف بين الموسيقى العربيه؟ طبعا مهرجان الموسيقى العربية السمع والطرب والأصالة والشرقية، وإحنا مصر جلود الشرق، إحنا مش هنعمل مهرجان ونجيب مطرب أجنبي يغني فتبقى دي هي دي مصر، لا مصر أنت عايز توصل للعالمية أوصل يعني لازم تكون محلي قوي عشان توصل للعالمية، فإحنا مهرجان الموسيقى العربية بنقدم مصر بس، بقى كل التاريخ اللي هو الجميل المشرف اللي سابوه عظماء وعمالقة بيتناولوا تاني أصوات جديدة يعني بروح جديدة بأصوات جميلة، فده يحسب المهرجان طبعا، فأنا بشكر طيب كل القائمين على المهرجان. طب احنا عندنا أصوات جميلة جدا بس بقالنا كتير قوي ما عملناش أي أوبراتات لمصر، سبب الإحتاج؟ أكيد أكيد هو ده السبب، يعني احنا دلوقتي بقالنا سنين يعني ما احتفلناش بأكتوبر زي ما كنا بنحتفل. قطاع الإنتاج هو زي ما قلنا فعلا الإنتاج كان بينتج أوبرات في كل المطربين أو كل واحد ليه غنوة، فالناس كانت بتستنى 6 أكتوبر عشان تتفرج على حفلة أكتوبر يعني، وأحيانا كانوا يعملوا أوبرات غنائي تمثيلي بعمالقة من الممثلين وناس برضو من المطربين الكبار، فأنا بقالي كام سنة كده يعني بتمنى ترجع تاني احتفالات أكتوبر بإذن الله. طبعا في ناس بيقدموا حاجات فردية حلوة ما أقدرش أقول عليها يعني، بالعكس حلوة جدا وكتر خيرهم من هم يعملوا مجهود في ده، لكن برضو أحب تاني ترجع الناس تقعد قدام التلفزيون تستنى حفلة أكتوبر بس، فإن شاء الله ربنا ييسر بإذن الله. إن شاء الله شكرا جدا يا حبيبتي. شكرا. أنا عايز أعرف المشاركة رقم كام ليكي في مهرجان الموسيقى العربية؟ هي الثالثة على التوالي يعني. الثالثة على التوالي، طب في اختلاف؟ حاسة إن في اختلاف؟ أكيد السنة دي مختلفة، كل الناس هتحس إن في اختلاف السنة دي لأنه في تحديات صعبة جدا وفي ظروف صعبة جدا، ويعني الموضوع مش سهل زي كل سنة الموضوع، لا بالعكس إحنا صعب قوي علينا السنة دي وبذلنا مجهود فظيع صراحة. بتحس برهبة على مسرح الأوبرا؟ كل مرة بتبقى بالنسبة لي كأنها أول مرة. يعني هتغني أغاني جديدة؟ لا أنا إن شاء الله النهاردة هغني الدكتور جمال سلامة
الجاني بعد يومين، واتمنى ان يعني انها تنول اعجاب الناس، لان هي الاغنيه علامه الحقيقه للديبة يعني، فصعب قوي ان حد يغنيها بعديها يعني. شكرا لك. السنه دي بيحصل تكريم 3 مبدعين مره واحده، ودي حاجه كويسه جدا. بيحصل يعني اعتماد على اصوات مصريه جديده جميله، عددهم كبير واخدين فرص جيده بشكل كويس، ده شيء جيد. المهرجان في مسرح النافوره في وسط الاحداث اللي شغاله، بحيي الدكتوره ايناس عبد الله وزير الثقافه والدكتور مجدي صابر والفنانه جيهان مرسي، لانهم في وسط احداث كورونا يتعمل مسرح النافوره بهذا الشكل اللي فيه الاجراءات الاحترازيه الجميله وتحدي للكورونا وصورة للعالم كله ان احنا بنتحدى واحنا مع الفنون. ودلوقتي نكون انتهينا من حفل الافتتاح مهرجان الموسيقى العربية 29 بدار الأوبرا المصرية، حصريا لبرنامج دلدشة سريعة، وتحية خاصة للأستاذ أحمد عبد العزيز مقدم البرنامج، إلى أن نلتقي في باقي حفلات مهرجان الموسيقى العربية. ده كان فعاليات مهرجان الموسيقى العربية 29. الحمد لله تم تغطيته بأكثر من لقاء مع أكتر من فنان. بشكر كل العاملين على المهرجان، لأنه تم تحت إجراءات شديدة جدا خوفا من فيروس كورونا، وبشكر كل القائمين عليه، وبشكر كل ضيوفي نورتوني وشرفتوني الحلقة ديت. نكون أفادنا فعلا الناس والسادة المشاهدين، ونكون نموذج نطلع بيه لبعض الكرة تحت يحتذى به، لان بجد انتوا نموذج يحتذى به لبعض الكره. شكرا. او لكله او لجميع انحاء الجمهوريه. الله يخليك ويبارك فيك. شكرا على الدعوه الكريمه. شكرا. شرف ليا يا فندم انتوا كنتوا موجودين معايا، شخصيات زي حضراتكم بتحب بلدهم، شرف ليا ان هي تكون موجود معايا. شرفنا بيك يا استاذ احمد. الشرف ليا يا فندم. دي ونوصل لنهايه حلقتنا، وده كان لقاءنا الجميل، وبشكر حضراتكم جدا، والى لقاء الحلقه الاخرى ان شاء الله باذن الله.